توقعات برج القوس ليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 19 تموز 2023. علاقتك بالأشخاص اللي حواليك أفضل من قبل كده، لكن علاقتك بحبيبك هتبقى متوترة شوية. هتشوف إن حبيبك مش بيوفي بوعوده ليك، لكن ده بيبقى مش بيقلقك. ممكن تسمح ليك الفرصة إنه تصرف بالأسلوب ده بسبب ردة فعلك. عقلك هيبقى مشغول بالتفكير في أمور تانية، فعشان كده ما تتذمرش فور ما يحصل تغير في حياتك حتى في المساء. بالنسبة ليك هتبتدي تحس بشوية تعب حتى لو قليل، هترغب في انك تقوم بحاجات كتيرة بشكل أبطأ. ده هيدي لنفسك النهاردة وقت ممتع عشان تفكر في الراحة وفي الواقع اللي ممكن يبقى قدامك. مش هتدي لك أحداث كتير الوقت المناسب عشان تضيعه. هتطلب منك التصرف بسرعة وبشكل ملائم في كل المواقف المختلفة اللي هتبتدي تظهر في اليوم ده. هتبقى في بعض الاتجاهات الحلوة مرتبطة بإنك تلاقي حلول لمشاكلك أو أمراضك الصحية. هتتفاجأ النهاردة إن الأشخاص اللي عندك هيكون عندهم عرض أو فرصة هتكون ليهم من أجل وسائل كتيرة وموارد محددة حققوها في الفترة دي، وده بسرعة كبيرة وبشكل إيجابي بالنسبة ليهم. هيتكلموا مع بعض اكتر وهيبقى فيه نشاط مشترك، بيتوقعوا منه شوية فوائد ودخل وربح ونجاح. هتجيب ليك خيبة امل واضحة لكل الاشخاص اللي بيسعوا عشان يحققوا طموحاتهم بطاقة كبيرة جدا. ممكن تبقى بتأثر على الحالة المزاجية اللي عندهم وهيعانوا من تدهور عاطفي واضح. هيتواصلوا مع الاشخاص الاخرين بحدة ووقاحة وهيبذلوا جهود اكتر علشان يحتووا الغضب في الايام اللي جاية. هتسبق نهاية الأسبوع وهتجيب ليك كتير من العمل والمسؤوليات اللي بتبقى بتتطلب منكم كتير من الطاقة والجهد. هتحسوا النهاردة أنكم بتبذلوا مجهود أكبر في وظيفة هتعتمدوا عليها، وعشان تقوموا من خلالها بتفاصيل كتيرة هتحسوا أنكم غير فعالين مرهقين. مش هتعرفوا تستبعدوا إصابات الناتجة عن إرهاق الشغل والإهمال خلال الأيام اللي فاتت. هتحمي بشرتك بشكل كويس من أشعة الشمس المباشرة. هتتجنب الخلافات من الأشخاص اللي حواليك اللي بيمثلوا السلطة واللي ممكن من خلالهم تبقى أنت عندك سن أكبر منهم. في الأيام الصعبة هتنتبه أكتر وتسيطر على كل عواطفك من خلالها. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا.